إعلانات مكثفة تبثها وسائل إعلام وحملات ولافتات دعائية في الشوارع، فضلا عن تنظيم احتفالات ومباريات رياضية وغيرها من الفعاليات التي تصب في الدعاية الانتخابية للحزب أو المترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. جميعها تنفق عليها مبالغ طائلة من قبل الأحزاب والشخصيات لغرض خوض الانتخابات. هذا ما يتضح في كل دورة انتخابية بحسب المواطنين في محافظة كربلاء. الأموال تبذل أو تصرف بشكل غير معقول على هذه الدعايات الانتخابية وبشكل غير حضاري. مثلا يضع المرشح صوره على الأرصفة وعلى أعمدة الكهرباء. الحملات الدعائية للانتخابات لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، رغم أنها أوقفت الكثير من المشاريع الخدمية في العراق. نشاهد في ظل الوضع والأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد وحالة الفقر اللي يعاني من عندها أغلب الشعب، نشاهد هاي الأموال والمليارات اليوم تخصص من أجل أوراق تعلق في الشوارع. أصابع المواطنين اتجهت نحو المسؤولين باتهامهم بالفساد المالي الذي من خلاله تمكنوا من جمع مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على دعاياتهم الانتخابية. الأموال التي ذهبت مع هبوب أول عاصفة أو رياح أخذتها وذهبت بها، لأنها لا أعتقد أن تلك الأموال هي أموال من مصادر شرعية وأموال خاصة بهذا الحزب لنفسه. أهالي كربلاء وفي رسالة إلى الكتل والأحزاب السياسية قالوا إن هذه الأموال إذا ما كرست لخدمة المواطن سوف تغني المترشح عن أي دعاية انتخابية. نقول لو كانت هذه الأموال صرفت في أماكنها الصحيحة وبوبت بالشكل الصحيح وصرفت على الفقراء لذهب الناخب وبقناعة تامة وانتخبت تلك الجهات، لكن للأسف هذه الأموال وهذه الدعايات تستخدم لشراء الذمم، لكن بالتالي لا يصح إلا الصحيح. مفوضية الانتخابات التي ينبغي أن تحاسب المترشحين على حجم الإنفاق على دعاياتهم الانتخابية حددت السقف الأعلى للإنفاق بمبلغ $1,000,000 لكل مترشح و 144 مليون دولار للقائمة الانتخابية، الأمر الذي أثار تساؤل المراقبين حول هل هذه الأرقام في بلد عانى ويعاني ويلات الحرب والنزوح والأزمات الاقتصادية